الحمد لله على عوائد فضله وعلى موائد وصله، ونسأله سبحانه وتعالى من تجددها وتعددها ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها. اللهم صلي وسلم وبارك على نور النور الأصفى وسر السر الأوفى، عبدك وحبيبك المخاطب من حضرتك بلسان منتك. إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر، ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما، وينصرك الله نصرا عزيزا. اللهم صلي وسلم وبارك وكرم ومجد وشرف وعظم وتحنن على نورك الساري ومددك الجاري، واجمعنا به في كل أطواري. اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد النبي الكامل وعلى آله كما لا نهاية لكمالك وعدد كماله. اللهم صلي وسلم وبارك على جد الصبيحين وابن الذبيحين سيد الكونين قرة العين. اللهم صلي وسلم وبارك على صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم، دافع البلاء والوباء والمرض والألم، من جسمه معطر مطهر منور، من اسمه مرفوع موضوع مكتوب على اللوح والقلم، بدر الدجى ونور الهدى ومصباح الظلم، سيد الكونين وشفيع الثقلين نبي العرب والعجم. يا أيها المشتاقون لنور جماله صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم إنا نسألك بفاتحية الفاتح الفتح التام، ونسألك بخاتمية الخاتم حسن الختام. اللهم اجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا ولا حوالينا شقيا ولا محروما ولا مطرودا. برحمتك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين، فرج عن المسلمين، أصلح الله أمور المسلمين، صرف الله شر المؤذين. اللهم انصر أمة النبي محمد، اللهم اهدي أمة النبي محمد، اللهم فرج عن أمة النبي محمد. وبعد، يطيب لي أن ألتقي بإخواني وأخواتي من طلبة العلم في الجامع الأزهر الشريف وفي هذا الرواق المبارك، والذي أسأل الله سبحانه وتعالى ومن حسن الطالع أننا نجتمع وإياكم في مطلع عام جديد ربما قد دخلت عشريته الثالثة، ألا وهو شهر الله الحرام محرم. النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في صحيح مسلم يقول: إن أحب الصيام إلى الله بعد رمضان في شهر الله الحرام محرم. فنحن وإياكم نتحسس ونعيش هذه الأيام والليالي في شهر يضاف إلى الله، في شهر ينسب إلى الله، في شهر يرفع إلى الله. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الذي علمه ربه وأنبأه ربه وكشف له عن مساتير مخبآت فضله وجوده وكرمه، أبان عن شرف الصيام واتساعه في هذا الشهر دونا عن غيره من بعد الفريضة في رمضان. ومن حسن الطالع كذلك أن ربي وربكم قد جعل للأمة المحمدية ربطا لأزمة عامها وسنتها وما يمر عليها في الشهور المتعاقبة بشهر حرام يبتدئ به العام، وشهر حرام يختم به العام، وشهر حرام يتوسط فيه العام. الله سبحانه وتعالى يوم خلق السماوات والأرض جعل الشهور 12 شهرا، وهذه الشهور 12 جعل منها الله سبحانه وتعالى 4 حرم. صادف أن يكون أول العام محرم شهر حرام، ووسط العام في الشهر السابع أن يكون رجب الفرد الأصب الأصم شهر كذلك من الأشهر الحرام، وصادف أن يكون ختم عام المسلمين بعبادة الحج والثج والعج يفدون من جميع الأقطار والأمصار ليرفعوا شؤون الأمة إلى الله، يتطوفون ويسعون ويبيتون وينزلون ويزورون المصطفى صلى الله عليه وسلم، ويختم عام المسلمين في ذي الحجة. هذه معاني وهذه دلالات. نحن وإياكم اليوم نستقبل عاما جديد بهمة وعزم وفهم وإدراك، ولا بد لنا إذا أردنا أن نحيي هذه المناسبات وأن نجدد هذه الذكريات، وهذا من صلب شريعتنا وديننا. انظر إلى خطاب القرآن: واذكر في الكتاب مريم، واذكر في الكتاب إدريس، واذكر في الكتاب إسماعيل، واذكر في الكتاب موسى، ذكر رحمة ربك عبده زكريا. هذه الذكريات تتجدد، بل الله سبحانه وتعالى يذكر على لسان روح الله وكلمته عيسى يوم طلب إليه الحواريين أن يجتمعوا على طعام وشراب، توجه ورفع اليدين قال: اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء، ولم يتوقف الكلام هنا، تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا. طعام وشراب يجتمعون عليه ثم يقضون، يكون عيد للأول والآخر، لأنه فرح بتجدد النعمة، فرح بحصول القسمة، فرح
بأثر الرحمة، فانظر إلى آثار رحمة الله، وفي قراءة فانظر إلى إثر رحمة الله، وفي قراءة فانظر إلى أثر رحمة الله. وهل رحمة أوسع من تلك الرحمة المهداة والنعمة المسداة؟ في قوله صلى الله عليه وسلم: إنما أنا رحمة مهداة. ولقد علمنا من سيرته أنه صلى الله عليه وسلم كان ممن يعظم أيام الله، بل إن الله خاطبه: وذكرهم بأيام الله إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. وهو القائل عليه الصلاة والسلام: ألا إن لله في أيام دهركم نفحات، ألا فتعرضوا لها. بل إنه عليه الصلاة والسلام في مثل هذا الشهر الذي تحيون، وفي مثل هذا الشهر الذي يفد علينا وعليكم وربما ليالي ويخرج عنا ويدخل صفر الظفر وصفر الخير الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم في معنى التفاؤل به: وقد كان الجاهليون يتشاءمون، قال: لا عدوى ولا طيرة ولا صفر ولا صفر. هذا يعيش المؤمن معنى التفاؤل الذي أدخله النبي صلى الله عليه وسلم إلى صلتنا بالشهور، وإلى صلتنا بالأزمنة، وإلى صلتنا بالأمكنة. والقرآن يذكر لنا خبر الأهلة المطالع ومنصات المواقيت وتجليات التواقيت، فقال: يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج. فكانت عباداتنا مؤقتة زمانا ومكانا وإنسانا في معان نتعرض فيها لنفحات الله وإلى جود الله وإلى كرم الله. هذا المحرم الحرام النبي صلى الله عليه وسلم صادف يهود المدينة يعظمون فيه العاشر، قال: لم تعظمون هذا اليوم؟ قالوا: هذا يوم نجى الله فيه موسى. قال: نحن أحق بموسى منهم. فأمر بصيامه ونادى في المدينة أن أمسكوا، ثم قال: روحي له الفداء، لئن أحيان الله إلى قابل لأصومن يوما قبله أو يوما بعده، وفي رواية: لأصومن التاسع. وفي هذا اليوم يوم عاشورة جاء في مسند سعيد بن منصور أنه يوم الزينة الذي نصر الله فيه موسى على فرعون والسحرة، وهو اليوم الذي نجى الله فيه موسى من الغرق كذلك. وفيه مناسبات وذكريات، حتى تكلم أهل العلم عن معنى هذه المناسبة وعن فهمها وإدراكها. وهكذا في كل مناسبة وفي كل ذكرى وفي كل معنى وفي كل مظهر وفي كل يوم وفي كل ليلة وفي كل أسبوع وفي كل شهر وفي كل فصل وفي كل عام وفي كل طور وفي كل نشأة وفي كل عالم يمر على الأمة المحمدية، لابد لنا أن نعقل، لابد لنا أن نعي، لابد لنا أن نفهم، لابد لنا أن ندرك ما الذي يتنزل في مائدة الشهر، لنكون من الوراد، وليكون لنا نصيب كبير، لنكون من صفوة العباد الذين يكرمهم الله بأن يتخلقوا ويتعلقوا ويتحققوا بفضل الله الكريم وجوده العظيم. الله سبحانه وتعالى حتى في مواسم الحج والعبادة جعل ذكر الآباء والأسلاف وتجديد الذكريات من صلب الشريعة. قال: فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. فذكر الآباء والأسلاف والأجداد، وهل لنا آباء أعظم من الأنبياء؟ وهل لنا أسلاف أعظم من المرسلين؟ وهل لنا أجداد أعظم من هؤلاء الأفراد أعيان الوجود الذين أكرمهم الله بالكمالات الإنسانية وجعلهم أدلة على الحق للخلق، وجعلهم رحمة للعالمين، وجعلهم نعمة للأول والآخر، وجعلهم مظاهر للاقتداء والاقتفاء والاهتداء؟ فنحن نفهم ونحن ندرك معاني الشرف التي تتصل بأيامنا ومناسباتنا. اليوم ونحن نعيش في هذه القرية الكونية مع هذا الطوفان للعولمة الذي تتشابك وتتشارك فيه أفكار العالم شرقا وغربا، حكاما ومحكومين، عربا وعجما، ما أوجب الأمر للمسلمين عامة ولطلبة العلم والدعاء والمحبين خاصة أن يجددوا إحياء الذكريات والمناسبات في الأمة، بل لا أقول بدعا من القول إن قلت أنها أساس في منهجية الدعوة اليوم، وباب كبير في إحياء مقاصد الأمة والنفع لها، تجديد هذه الذكريات وإحياء هذه المناسبات لأنها هوية الأمة. انظر اليوم إلى أولاد وبنات الأمة كيف اختطفت مشاعرهم، وكيف احتلت قلوبهم، وكيف انتهكت أرواحهم، وكيف سلبت أفكارهم أمام شاشات وتلفزة وبرامج ووثائقيات. يعيش الواحد وهو يدعو في بيت الله: اللهم كره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، ويجلس أمام الشاشة مسلوب مطروح مصروع، وهو يعيش معنى الشهوة والغريزة والمواصلة ربما لجناية أو جنحة أو لإثم أو لغرض أو لمرض. واليوم ونحن ننظر إلى واقع الأمة ونستبشر بحسن توقعاتها،
نتأمل في أننا مع إحياء هذه المناسبات لابد أن نحذر وفي تجديد هذه الذكريات من المشاريع المقنعة والمصنعة، فلا نستدعي في مناسباتنا ولا نجعل في ذكرياتنا أبدا نوع استنساخ لصورة أو شكل ترفضها أساسات ديننا ومعاني هويتنا. وإن من أبرز المعاني التي تتصل بمطلع العام معنى الهجرة الشريفة ومعنى هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، ونحن ندرك أن النبي صلى الله عليه وسلم كما هو في السيرة بعث وهاجر وكانت غالب أطواره من الأيام في الاثنين ومن الشهور في ربيع الأول الأنور، لكن لما اجتمعت الأمة في عهد عمر تريد تأريخ مناسباتها وتثبيت مراسلاتها وتأكيد حضورها العالمي في معنى من معاني التوقيت وفي معنى من معاني التأريخ، والتأريخ عرفته الأمم والشعوب، حاروا كيف يؤرخون وبما يؤرخون، فاجتمعت الكلمة أن تكون الهجرة علامة التأريخ، لأنها علامة فاصلة بين الظلمة والنور، وعلامة فاصلة بين الحق والباطل، ورحلة انتقلت فيها الدعوة إلى الدولة وتأسس الكيان الذي انتشرت منه ساحات الإمداد الكبرى إلى العالم. فكانت هجرة النبي صلى الله عليه وسلم بهذا المعنى معنى يؤرخ للأمة على مدار أعوامها وعلى مدار أعمارها. والهجرة لم تكن أمرا مستأنفا في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، بل إننا نجد المصطفى عليه الصلاة والسلام يخبرنا عن أول هجرة كانت للأنبياء، فقال: أول من هاجر إلى الله إبراهيم ولوط. وكذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا من شأن التتبع للسيرة والسنة والأقوال والأفعال والأحوال النبوية، أن النبي عليه الصلاة والسلام كثيرا ما يربط لنا الأحداث والفعاليات والأمور في أولها وآخرها. من ذلك ما روى الإمام الطبراني في خبر آخر هجرة تكون على وجه العالم، قال عليه الصلاة والسلام: ستكون هجرة ثم هجرة ثم هجرة حتى تنتهي إلى مهاجر أبيكم إبراهيم. أي أن آخر هجرة تعيشها الأمة في عالمها الإنساني وفي طورها الدنيوي ستكون إلى بيت المقدس يوم تنهض خلافة راشدة للأمة على قدم إبراهيم كما أخبر عليه الصلاة والسلام. فنحن اليوم ندرك في مطلع هذا العام أن أول هجرة كانت لإبراهيم ومعه لوط، وآخر هجرة ستكون في العالم الإنساني ستكون إلى مهاجر إبراهيم، وبين هذه الهجرة وهذه الهجرة هجرات وخروجات ونقلات وارتحالات لها أسباب ومعاني. من ذلك أن المسلمين في مكة خرجوا إلى الحبشة، والنبي صلى الله عليه وسلم وصف لهم أنها أرض صدق وأن فيها حاكم لا يظلم عنده أحد، يشير إلى النجاشي. وخرج المسلمون في هجرة وكان أميرهم جعفر الطيار، وفي الهجرة الأولى والثانية كانت بنت النبي صلى الله عليه وسلم رقية، وكان فيها قطعة من جمال أبيها ومسحة من نور أبيها، وكان زوجها عثمان. فجاء عثمان يقول: يا رسول الله، ألا تهاجر معنا؟ وابن سعد يروي هذا في الطبقات. قال: يا عثمان إنما هجرتكم إلى الله وإلي. قال: يا عثمان إنما هجرتكم إلى الله وإلي. ولما خرج عثمان إذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يدمع ويقول: إن رقية وعثمان أول من هاجر بعد إبراهيم ولوط. وأخذ يتحسس الخبر، يسأل القادمين من الحبشة: هل رأيتم خبر عن رقية؟ هل عرفتم شيء عن رقية؟ فإذا بأحدهم يقول: نعم يا رسول الله، سمعنا أن رجلا رأى عثمان قد أردفها على حمار يمشيان في سوق الحبشة. فاطمأن قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولعل الكلام يطول إن جئنا بأخبار الحبشة وأخبار رقية وعثمان في ذلك الموطن وما كان من آثار هجرتهم. إلا أننا إذا أخذنا نتتبع أخبار الهجرة من بعد إبراهيم، وانظروا إلى المفارقة العجيبة يا إخواني ويا أخواتي. سيدنا إبراهيم أول ما خرج من العراق هاجر إلى أين؟ إلى فلسطين، ثم إلى مصر، وصادف حاكمها وأهداه، حتى من كثرة هجرته أهداه زوجة اسمها هاجر، من كثر ما سيدنا إبراهيم يهاجر زوجته اسمها هاجر، هاجر زوجة إبراهيم المهاجر. ثم لما هاجر ولدت له إسماعيل خرج بهم إلى أين؟ إلى مكة.
اسمعوا إلى تنزيل القرآن، وكأن الأمر تثبيتا لأقدام إبراهيم في أولاده، وأن المواطن التي دخلها بقدميه كانت مواطن نبوة ورسالة وديانة ودلالة بعد ذلك. بسم الله الرحمن الرحيم، والتين والزيتون. هذه رسالة عيسى روح الله وكلمته في فلسطين، أول هجرة لإبراهيم. وطور سينين، رسالة الكليم موسى وخروج إبراهيم إلى مصر. وهذا البلد الأمين، هذه مكة. الله لا يضيع عمل عامل. إبراهيم لما اشتغل وهو أبو الأنبياء في بناء البيوت لله في الأرض، وبنى البيت الحرام وبعده بيت المقدس بأربعين سنة، جعل الله مستراحه في البرزخ. جاء في رواية الإسراء والمعراج في الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام لما على السماء وعرجها سماء بعد سماء وصل إلى السماء السابعة فدخل إلى البيت المعمور، قال: فوجدت إبراهيم مسندا ظهره إلى البيت المعمور. وكأنها إشارة ورسالة: يا إبراهيم يا خليلي، اشتغلت في الأرض تبني البيوت لي، أجعل مستراحك عندي في البرزخ أن تسند ظهرك إلى أعظم بيت في السماء، لأنك تعبت في الأرض وأنت تبني لي البيوت، وأقدامك التي رفعت القواعد ورفعت البيت سأجعلها علامة للناس، واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. وفي قراءة: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. بقيت لنا نحن آثار أقدامه علامة على صدقه. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. أما هو الظهر الذي تعب، هجرة من بلد إلى بلد، من موطن إلى موطن، من مكان إلى مكان، بناء للبيوت، تشييد للمؤسسات، تكوين للدعوة، أمة قانتا لله وحده، ابتلاه الله بكلمات، فإذا به يتم عهده التمام وعهده الوفاء، دائما يكمل عمله، دائما يتم ما ابتدأ. وإبراهيم الذي وفى فأتمهن، دائما عهد إبراهيم التمام والوفاء. وهذه دروس نأخذها في الهجرة. فإذا به يسند ظهره إلى البيت المعمور، وهو الذي دعا: واجعل لي لسان صدق في الآخرين. فجاءت النبوة والديانة والدعوة والرسالة من بعده إلى سيدنا محمد خاتم النبيين صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، ولم تغادر النبوة بيت إبراهيم إلا الخلاف الذي حصل في يونس ابن متى صاحب نينوى عليه وعلى سائر النبيين أفضل الصلاة وأتم التسليم. وإلا جعل عند البيت الحرام إسماعيل، وعند بيت المقدس ابن إسحاق، ومن وراء إسحاق يعقوب خرج إلى البدو، ويوسف دخل إلى مصر، دخل ب370 من الأنبياء والصديقات أزواجهم وأولادهم، وتكاثروا في زمن موسى حتى وصلوا في رواية الحاكم في المستدرك إلى قريب 700,000. فجاء وأخرجهم من قبضة فرعون وسار بهم ليالي إلى الأرض المقدسة. وفي بعض روايات كما في صحيح ابن حبان أنهم تاهوا في الطريق، والرواية موجودة عند أحمد في المسند وعند الحاكم في المستدرك، قال: ما بالنا قد تاه طريقنا؟ قالوا: معنا عجوز تعرف مكان يوسف. قال: وما لنا في مكان يوسف؟ فإذا بالأحبار والرهبان، قالوا: يا كليم الله، إن يوسف أخذ علينا موثقا أن لا نخرج من مصر، ولنا ميعاد في الخروج أخبر الله عنه أهل النبوة والديانة، إلا ونخرجه إلى الأرض المقدسة. قال: أين العجوز؟ جاءوا بالعجوز، قال: يا عجوز دلينا على مكان يوسف. قالت: لي شرط يا كليم الله. قال: أشرطي؟ قال: أن أكون زوجتك في الجنة. فتوجه إلى الله في ذلك وقال: لك ذلك، أجابني ربي في هذا. قالت: احفروا هنا. نضحوا بحيرة ثم حفروا، قال: فإذا هي عظامه، إذا بيوسف حري طري يرفعونه، فتنبلج الطريق كأنها رابعة النهار، وتهادى الركب إلى بيت المقدس. إلا أنه في موعد الملاقاة مع الحق سبحانه وتعالى، ساعات التكليم وليالي التكريم للكليم، ارتكس وانتكس بني إسرائيل في العبادة للعجل وأشربوا في قلوبهم، فكتب الله عليهم التيه 40 سنة. وتوفي كليم الله موسى على رمية حجر من بيت المقدس كما في الآثار والأخبار. واستأنف الأمر فتاه كما في البخاري يوشع بن نون الذي دخل بيت المقدس عصر الجمعة، قال شوقي: ليتني في الركب لما أفلت يوشع النادى فثناها، خاطب الشمس: إنك مأمورة ونحن مأمورين. ودخل وحرر بيت المقدس. ثم بعد ذلك جاءت مرحلة طالوت وفي جنده داود والأعطايا التي حصلت، وكيف خرج بجيش 170,000، خلاصة 313، وكما قال النبي عليه الصلاة والسلام في البخاري: وما جاوز معه إلا مؤمن. ودخلوا بيت المقدس وقامت مملكة سليمان التي امتدت من الشام إلى اليمن. ثم جاء ما جاء من مرحلة امرأة عمران ونبي الله زكريا ويحيى وعيسى وما كان في أكناف بيت المقدس، إلى أن انتهى الأمر
باجتماع البيت الحرام وبيت المقدس في إمامة النبي صلى الله عليه وسلم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. لا يوجد في تراتيب النبوة وفي أعمال النبوة إلا الإحكام. لذلك إذا أردت أن تقرأ سيرة الأنبياء فقرأها متصلة، وقرأها موصولة، وقرأها سلسلة تؤدي إلى سلسلة، ومرحلة تؤدي إلى مرحلة، ومواريث. حتى مع تطاول النسبة الزمانية بين إبراهيم ونوح، قال الله في الصفات وإن من شيعته لإبراهيم، أي ألحقه به مع تطاول نسبة الزمن، لأن الوراثة لا تعرف الزمن، وإنما شأنها شأن الروح إذا فاضت عليها من الحق المنن. وقال وورث سليمان داود، دعاء زكريا يرثني عن يحيى ويرث من آل يعقوب، فالوراثة باقية في الأمة. وأسأل الله أن يجعل هذا المجمع مجمع وراثة، وأن يجدد فينا سيرة الأنبياء وهجرة الأنبياء ونصرة الأنبياء وعزة الأنبياء وسيرة الأنبياء وسريرة الأنبياء، على رأسهم سيدنا ومولانا محمد. اللهم اجمعنا به من كل الوجوه، في كل الوجوه، مع الديمومة في ذلك. هذه الهجرات للأنبياء توجت بهجرة عظيمة كانت للنبي الأكرم صلى الله عليه وسلم، هجرة من مكة إلى المدينة. وفي بعض الآثار كما في النساء في المجتبى أن النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة المعراج لما خرج على البراق نزل في أماكن، نزل في مواطن يصلي، منها أرض ذات نخل، قال له جبريل فإنها مهاجرك. وفعلا بعد أن عرض النبي صلى الله عليه وسلم الدعوة المحمدية على أكثر من 26 قبيلة وعشيرة من العرب في شرقهم وغربهم في مواسم الحج وأبوا، وجد مجموعة من الشباب أكبرهم لا يجاوز 20، أسعد بن زرارة، ومعه 5 يحلقون رؤوسهم في منى، فعرض عليهم الرسالة فصادف نور الحق قلوبهم فآمنوا وأسلموا ومكنوا للبيعتين العقبة الأولى والثانية، وكانت الهجرة. وهاجر النبي صلى الله عليه وسلم ونادى وأذن، من كان يريد أن يلحق بنا فليلحق بنا، حتى ترك أهل مكة أوطانهم وتركوا أموالهم وتركوا أهلهم. من ذلك الخبر الذي تعرفونه عن التاجر العربي صاحب الولاية الذي كان ينسب إلى الروم، صهيب الرومي، وهو من أصول عربية، إلا أنه حصل له ما حصل من قصة تعرفونها وتجدونها في السير. فإذا به يترك ماله ويخرج وأهل مكة ينازعونه على هذه الأموال، حتى دخل على النبي صلى الله عليه وسلم ورسول الله يتهلل وجهه له، قال ربح البيع أبا يحيى، ربح البيع أبا يحيى، ربح البيع أبا يحيى، تركت مالك وجئتنا، هذه بيعتك الرابحة، هذه بيعتك القائمة، هذه بيعتك الأبدية الأزلية التي لا تنفد ولا تبيد. وانظر إلى شهادة المصطفى، بيع أمضاه رسول الله. نحن نقرأ في الفقه في البيوع وكيف تكون إمضاءات البيوع ونفاذاتها وأحكامها، بيعة وبيع كان الشاهد فيه والمؤدي له والمبشر فيه رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وتوالت هجرة الصحب حتى كان عدد الذين هاجروا مع النبي صلى الله عليه وسلم من أهله وأصحابه وأزواجهم وأولادهم لا يتجاوزون 450 نفر. وكان عدد الذين أسلموا من أهل المدينة في البيعتين ومن وراءهم لا يجاوز 200. في مجموع تكوين أهل المدينة مع وجود قبائل اليهود والقبائل العربية، وكان العرب يستعدون لأول مرة في المدينة أن يتوجوا ملك عربي. كان العرب منقسمين بين حضارتين، الغساسنة جهة الروم والمناذرة جهة الفرس، وكالأخدام لهم يعيشون لمطامحهم الاستعمارية ومنافعهم التي تريد أن تتوسع في المنطقة العربية، ويعيشون نوع من الديانة الملتحقة بهم، أصحاب الفرس مع الفرس وأصحاب الروم مع الروم. لكن في وسط المدينة كانوا يتهيئون لحكم عربي، دولة عربية، ملك عربي. صادف وجود تكوينات يهودية وديانات أخرى وتشكيلات أخرى موجودة في المدينة. مع هجرة النبي عليه الصلاة والسلام كان نسبة المهاجرين والأنصار المسلمين من مجموعة للمدينة لا يجاوز 5% 20%، يعني اليوم في لغة اليوم أقلية، في لغة اليوم أشبه لا أقول جالية لأنه أصلا من أهل المدينة من هم من أهلها وأصلها، لكن الذين وفدوا إليهم من المهاجرين اجتمعوا، وبدأ نظر الحبيب صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم في تقوية شوكة هؤلاء المهاجرين في إيجاد سوق. والعجيب في هذا السوق
إذا أردنا أن نحلله بلغة اليوم اقتصاديا كان سوق منطقة حرة لا تفرض فيه الضرائب على الذي يأتي من الخارج، فتحرك وانتعش في أوقات قصيرة حتى غلب سوق بني قينقاع وأصبحت توافر العملة فيه والبيع والشراء أكبر من حركة سوق بني قينقاع. وفي نفس الوقت النبي عليه الصلاة والسلام أسس المسجد، حلقات التعليم، ساحات الدعوة، أماكن التصفية، حواضن التربية، عقد الألوية للسرايا، خروج الغزوات، استقبال الوفود، الحجرات الشريفة التي تجتمع لتنزلات الوحي والخطاب الرباني والوجهة الرحمانية التي كانت تعم المدينة في تلك الأيام والليالي، حتى قال أهل المدينة مذ دخلها رسول الله صلى الله عليه وسلم أضاءت المدينة وأضاء فيها كل شيء. ونجد أن بدر عدد الذين حضروها 313 مهاجرين وأنصار، في أحد وصل إلى 1000، ثلث الجيش رجع من منافقين، حتى وصل الأمر في غزوة تبوك أن يصل عدد الذين كانوا مع النبي عليه الصلاة والسلام يعني في العام التاسع للهجرة 30,000 مجاهد. انظر، بدأت الهجرة ب450 وانتهى جهاد تبوك والخروج إلى الشام في 30,000 مجاهد. انظر، هذا يحتاج إلى رسم بياني في الأعداد وتشكيلاتها وتكويناتها، وهذا نوع من دراسة السيرة، دراسة معمقة. مع أيام فتح مكة ونهاية مطالب ساحات الهجرة والانتقال إلى بيئة المدينة، ومع ترى ذلك من أحكام حتى النبي صلى الله عليه وسلم فصل في من يهاجر دعوة وديانة ومن يهاجر دنيا ومطامع ومنافع، قال إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها وفي رواية يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. لما وصل الأمر إلى فتح مكة قال النبي عليه الصلاة والسلام لا هجرة بعد الفتح، الهجرة التي أوجبناها عليكم والتي فرضناها عليكم والتي ثبتناها عليكم هذه انتهت. الآن مكة دار إسلام والحرم للمسلمين، لكن من هاجر للعلاج، من هاجر لطلب العلم، من هاجر لتجارة أو ارتحل أو خرج، في معاني تنتظم ضمن هذا المفهوم، فهذا أمر آخر، لكن لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد نية. وفي رواية في المعاجم والسنن عنه صلى الله عليه وسلم والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. فانفتح لنا بهذين الحديثين وهذين الخطابين النبويين معنى يتجدد لنا في كل عام نستقبل فيه الهجرة، أن نبحث في عامنا هذا عن ما هي المنهيات والعادات التي نود أن نقتلعها من ذواتنا ونستخرجها من مألوفاتنا وننتزعها من حياتنا اليومية. والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه، بمعنى الهجرة بالسلب هنا بالكف، والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه، عادة ذميمة، خلق دني، صفة لا تعجبني في نفسي، ليست من صفات المؤمنين ولا الصالحين. أتوجه إلى الله في هذا العام أن الله ينتزعها من قلبي وأن يخرجها من جذر داخلي، وأنني أبحث عن الأسباب التي تقيدها وتحددها وتقتلعها. هذا معنى من معاني الهجرة يتجدد لنا ولكم. معنى آخر من معاني الهجرة في الإيجاب والفعل ولكن جهاد ونية. والنية عبادة من العبادات أغفلها كثير من الناس، بل هي عبادة المقصد وهي جماع العبادات. أحد الموحدين، أحد الصالحين المباركين، نزل إلى زيارة بيت الله في مكة قبل سنوات، وهو في ساحة الحرم نظر في أواخر رمضان، فوجد أكثر من 2 مليون في الحرم، ما بين طائف وراكع وساجد وتالي وباكي وذاكر. قال يا ربي بما أدعوك، بما أتوجه إليك، بما أقصدك في الساحة، من يدعوك في الساحة، من يرجوك؟ إن كنت أدعو لنفسي فإن فيهم من يدعو من كل العالم، من كل الألوان، من كل الأكوان، من كل الأشكال. أدعو للأمة، يا رب الحاجات كلها ترفع. فجأة تنبه في نفسه وطاف السبع أشواط وهو يرفع يديه هكذا، آمين 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 آمين. إيش اللي بتسويه؟
قال أنا الآن ألبي على دعاء 2 مليون في الحرم، أن الله يقسم لي من دعواتهم على اختلاف لهجاتهم وضجيج لغاتهم وتشكل ألوانهم. تخيل أنت الآن من بعد المجمع تجلس في جهة هنا وترفع يديك تقول آمين آمين، إيش يا فلان؟ قال أنا الآن أدعو الله أن يقسم لي من دعوات أهل العالم وأهل السماوات الذين يتوجهون إلى الله بالدعاء. أليس حملة العرش يستغفرون للذين آمنوا؟ أليس أهل السدرة مشغولين بنا؟ أليس معلم الناس الخير يستغفر له الحوت في البحر والنمل في الجحر والملك في السماء؟ أليس الله شغل المملكة الكونية بأن تستغفر لطالب العلم والعالم؟ أنا أريد أن أخذ حظي من هذه الساعة، أريد أن أتذوق أثر هذا الخطاب، أريد في هذا العام الجديد أن أعيش معنى من معاني النية التي تنفتح في الدعاء والمناجاة والذكر فأتلذذ وكأن الكون كله يسبح ويخاطب الرب سبحانه وتعالى وأنا آخذ نصيبي فأجلس آمين آمين. أي وشيجة ورابطة ونسبة تمتد لك فتشترك مع الكائنات في الخلوص للمكون سبحانه وتعالى. هذا معنى من معاني النية. امرأة من النساء جاءت ومعها شيء من المال تريد أن تتصدق، فوضعت المال في يد امرأة وقالت اللهم إني نويت أن أتصدق عمن لم تتصدق من نساء الأمة المحمدية. هذه كم في صحيفتها؟ النبي عليه الصلاة والسلام ذكر لنا خبر رجل مر على أرض مليئة بتراب قال لو أن لي مثل هذا التراب تمر فأتصدق، قال الحبيب الأعظم فكتبت في صحيفته صدقة. نحن الآن في هذا المجمع لو الآن توجهنا وقلنا، ونحن دائما أخواننا وأحبابنا في الأردن وأينما توجهنا نجدد فينا وفيهم نية، نقول نويت إحياء الدين كله في العالم كله. قولوا نوينا إحياء الدين كله في العالم كله. تخيل في هذه الساعة الآن وأنت تنوي هداية الناس، ربما سحاب التوفيق تخرج من القاهرة من الأزهر الشريف إلى أستراليا فتهطل على قلوب لم تسلم فتسلم، أو تنزل إلى ساحات في أدغال نيويورك الإسمنتية فيهتدي أناس لم يهتدوا، أو ربما بأثر هذا المجلس تتحرك قلوب قبائل في إفريقيا ربما لم يأتهم من يكلمهم عن الدين، ببركة المجمع تتنزل من هذه الأعمال أحوال فتخاطب قلوب وتواجه رحمانية الحق سبحانه وتعالى ذوات فتكتب في صحائفنا بمجرد أننا قلنا نوينا هداية الناس، نوينا إحياء الدين كله في العالم كله. أعرف رجل يجلس في آخر الليل أمام خريطة العالم ويمسك في كل ليلة بلد، يا رب تشيلي، يا رب انظر لنسائها، يا رب انظر لرجالها، يا رب ارحمهم، يا رب قرب بعيدهم، يا رب أسعد شقيهم، من لهم يا الله إن لم ترحمهم، يا رب في كل يوم يموت 170,000 نفس من المسلمين في العالم، من لهم سواك يا الله، يموتون على الكفر على الضلال وأنت الذي قلت ورحمتي وسعت كل شيء، يا رب مطأطئين تحت قولك، هؤلاء للجنة ولا أبالي وهؤلاء للنار ولا أبالي، لكن نحن جند الرحمة، نحن جند النبي محمد، نحن أهل الدعوة، نحن أهل الخدمة، نحن أهل الديانة. يحترق ساعتين ثلاثة وهو يبكي لبلد في، والليلة هذه يمسك أستراليا، والليلة هذه يمسك إسبانيا، والليلة هذه يمسك سنغافورة، والليلة فتراه يطوف في العالم بالنية. الجهود أربعة قالوا، جهود القاف، جهد قلم وجهد قول وجهد قدم وجهد قلب. القلب أوسع الجهود، إن كانت اليوم الطائرات تضيق بالنقل والحركة أو السيارات أو القطارات أو الدراجات أو الأقدام أمسكت أصحابها، فإن القلوب لها صولة وجولة ولها حنة ورنة. ما معنى أن النبي صلى الله عليه وسلم يوم أن عاداه أهل الطائف وجلس فيهم 40 يوم، في بعض روايات السيرة 40 يوم جلس في الطائف وفي أقلها 10 أيام، بعض إخواننا فكرها كزدرة رأى مشوار يوم وليلة، تخيل جلس فيهم كم، والنبي عليه الصلاة والسلام لا يوجد اليوم داعي في العالم ولا يوجد مفكر في العالم ولا يوجد قائد في العالم مثل النبي محمد، كلهم تحت قيادته وكلهم تحت دعوته وكلهم تحت إمامته. مع ذلك في 40 يوم هذه إيش كانت النتيجة؟ امرأة عمرها 80 سنة كفت عن الأصنام وما وصل الخبر للحبيب إلا من أولادها عند 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 فتح طائف وبعد حنين. طيب سلطوا عليه السفهاء والصغار والمجانين يرمونه بالحجارة وليس على الرأس لكي لا يدفع الدية، هوان يريدونها فقط للرجل، حتى دية ما بدهم يدفعوا. قال أشكو هواني على الناس، سلطوا علي صغارهم وعبثهم ولعبهم وحتى ما حسبوني أن يضربوني في رجلي. نزل ملك الجبال وجبريل نطبق الأخشبين تنتهي المسألة، قال دعهم
لعل الله يخرج من أصلابهم من يعبد الله. ما قال من رجالهم، ما قال من نسائهم، ما قال من في أرحامهم، من في أحشائهم، قال من أصلابهم. دعوة ممتدة في الأجيال، دعوة ممتدة في السنين، دعوة ممتدة في القرون، صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد. إذن نحن نحمل هذا الهم اليوم فتتسع نيتنا. لذلك حتى في العمل الواحد، أنت الآن جئت إلى المجمع، ما هي نيتك؟ كان أحد الشيوخ يجلس مع تلميذ له، فطرق الباب طارق، قام التلميذ يفتح، شيخنا تعال، لماذا تريد تفتح الباب؟ قال طارق على الباب، اجلس. وذهب الشيخ فتح الباب وقضى حاجة السائل ورجع. قال له لما قمت من مجلسي هذا توجهت بستين نية لفتح الباب، إن كان يتيم أمسح على رأسه فيبني لي قصر في الجنة، إن كان طالب علم أجيبه فلا ألجم بلجام من النار، إن كان إن كان إن كان إن كان، وعد له ستين نية. حتى بعض شيوخنا من المتأخرين، الحبيب ملقب بسعد، الحبيب محمد العيدروس رحمه الله تعالى، جمع كتاب اسمه النيات، كان يتكلم فيه عن نيات شرب الشاي، عن نيات ركوب السيارة، عن نيات الزواج، عن نيات الذهاب إلى صلة الأرحام. وهكذا يكون عند الإنسان ليس نية واحدة وإنما نيات في العمل الواحد. تفكروا سادتي، لو أنكم في كل عمل تباشرونه، في نومكم وانتباهكم، في دخولكم وفي خروجكم، في قيامكم وفي جلوسكم، في تنسككم وفي طلبكم، في دعوتكم وفي سائر تقلبات أطوار حالاتكم، تربطون هذا بنيات، ما الذي يكون؟ قال الجنيد: من فتح على نفسه باب نية حسنة فتح الله له 70 بابا من أبواب التوفيق، ومن فتح على نفسه باب نية سيئة فتح الله عليه 70 بابا من أبواب الخذلان. هذا اختلف الأمر. الآن عرفنا كيف اثنين يصلون بجوار بعض، واحد تلف صلاته بخرقة فيضرب بها وجهه، وآخر صلى صلاة أهل القرب وزادته الصلاة شرب ودخل في حظائر أهل المودة مع الله سبحانه وتعالى، وكان من الذين هم على صلاتهم دائمون، عاش الديمومة في الصلاة. عرفنا كيف أن صائم ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش، وصائم ربما قد صان الخاطرة أن يلتفت لغير الله سبحانه وتعالى. عرفنا من هنا كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم كما في مسند أحمد قال: أكثر شهداء أمتي أصحاب الفرش ورب قتيل بين الصفين، الله أعلم بنيته. من هنا علمنا أنه قال في ذلك الذي جاهد معه وقاتل معه: ولا يوجد راية أعظم من راية النبي محمد، ولا جهاد أشرف من جهاد النبي محمد، ولا قتال أعظم من قتال النبي محمد. قال: يدخل النار في شملة غلها لا تقول شهيد. وهو الذي قال: من سأل الله الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه. عرفنا أن كل صورة تفتقر إلى حقيقة، وحقيقة الصور بالنية. لذلك تسقط الصور أمام المصور في أرض المحشر. عالم الدنيا عالم صور، لكن عالم الآخرة عالم حقائق. تسقط كل الصور، أول من تسعر بهم النار قارئ ومجاهد ومتصدق وعالم. صورة علم، صورة جهاد، صورة صدقة، صور أرادوها لغير الله. الله يجعل مراداتنا وإياكم خالصة لله. إذن مع العام الجديد ومعاني الهجرة ينفتح لنا باب في النية، ينفتح لنا باب، هذه النية نقيد بها سائر أعمالنا، نقيد بها سائر أحوالنا. والجهاد، الجهاد مفهومه أوسع من القتال. الجهاد أعظم وسائل الدعوة، وأعظم وسائل الجهاد القتال. أن أبذل نفسي، أن أبذل روحي، أن أبذل مالي لأخرج الذي أمامي من الظلمات إلى النور، هذا مقصود الجهاد. لكن كان يتنزل خطاب الجهاد في مكة قبل أن يفرض القتال. من ذلك قول الله تعالى في القرآن: وجاهدهم به جهادا كبيرا. إذن نحن مأمورين أن نستفرغ وسعنا اليوم وأن نبذل مجهودنا في جهاد العلم، في جهاد التربية، في جهاد الدعوة، في جهاد الفكر، في أنواع من الجهاد تنفتح بابا بعد باب، حتى يكرمنا الله أن نعيش وإياكم في الدنيا ونحن نعرفه، وأن ننتقل على هذه الدنيا ونحن شهداء على خلقه من أهل إفاضة الأرواح ومداد الدماء والأقلام لدعوته خالصة سبحانه وتعالى. فنعيش هذه الحياة ونعيش هذا العمر ونحن في هجرتين. وأعجبني كثيرا العنوان الذي اختطه ابن قيم الجوزية، قال: طريق الهجرتين وباب السعادتين. طريق الهجرتين وباب السعادتين، مثل عنوان الراغب الأصفهاني:
تفصيل النشأتين وتحصيل السعادتين. السعادتين سعادة الدنيا والآخرة، والهجرتين هجرة إلى الله وهجرة إلى رسول الله. إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته لله ورسوله. كيف نهاجر إلى الله؟ أن نعرفه. كمال المعرفة وكمال العبودية وكمال المحبة. ونسأل الله أن يكرمنا وإياكم بالعبودية المحضة الخالصة، وبالمحبة الصافية، وبالمعرفة الخاصة. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. في بعض التفاسير قال ابن عباس ليعرفون، معرفة وعبادة. هذه هجرة لله، تستنفذ العمر وأنت تطلب معرفة الله، تتعرف إليه بأسمائه بصفاته بأفعاله، تتفكر، تذكر هذه الأسماء، تنظر في الكون علويه وسفليه، في النفس، في الآفاق، في القرآن الكتاب المسطور، في الكون الكتاب المنظور، تحاول أن تقرأ العالم، اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. وكذلك الهجرة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي الأمس كان لنا اجتماع مع مجموعة منكم من طلبة العلم، تكلمنا عن أساس صلة المؤمن بنبيه في معرفة النبي، أم لم يعرفوا رسولهم فهم له منكرون، ومحبته، النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، واتباعه، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. وقلنا أن المعرفة والمحبة والاتباع مرتبطة، وأن لكل واحدة منها علامات، فمعرفته من خلال العلوم التي تكلمت عنه، علم الشمائل وعلم الفضائل وعلم الدلائل وعلم الخصائص وعلم السيرة وتتبع أسمائه، والآيات التي جاءت في ذكره بالقرآن، أكثر من 2600 آية في ذكره في القرآن، 2600 موضع ترجع إلى 1070 آية، يعني خمس القرآن في ذكر النبي عليه الصلاة والسلام. كذلك محبة النبي عليه الصلاة والسلام، كيف أزيد هذه المحبة؟ أصلي وأسلم عليه، أرحم أمته، آخذ دعوته، أحيي سنته، أعيش على موائد الفكر والنظر في أخباره عليه الصلاة والسلام، والاتباع. وقلنا أن الاتباع اليوم غير محصور في صورة أو شكل، بل هو مشروع حل أزمات العالم اليوم بما فيها أزمات المسلمين وأزمات العالم. طوبى للغرباء، بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا. من هم الغرباء يا رسول الله؟ قال الذين يصلحون ما أفسد الناس. إذن نحن أمام صالح وفاسد، هذه مرحلة أولى. في بعض روايات حديث الغربة الذين يصلحون ما أفسد الناس، إذن هنالك فاسد وهنالك مفسد، وهنالك صالح وهنالك مصلح. طيب ما هو مشروع الصلاح والفساد؟ ما هو مشروع الإصلاح والإفساد؟ الذين يحيون سنتي عند فساد أمتي. إذن إحياء السنن، سنن الأقوال، سنن الأفعال، سنن الأحوال، سنن الأذكار، سنن الأخبار، سنن المواقف، خطابه في العالم، حله لمشكلات العالم. أبرز مشكلات في العالم مشكلات بيتية أسرية، مشكلات المجاعة، الحمى، الأمراض. قلنا في بعض الإخوان في الأيام الماضية أن النبي عليه الصلاة والسلام في زواجاته المتعددة كان عنوان حكمة للأمة تتطاول إلى قيام الساعة، تزوج من هي أكبر منه في السن، وتزوج من هي أصغر منه في السن، تزوج بنات صديقيه أبي بكر وعمر، وتزوج بنات عدويه صفية بنت حيي وجويرية بنت الحارث، تزوج قريبته بنت عمته، وتزوج القرشية، وتزوج العربية من الجزيرة، وتزوج المصرية، تزوج المسلمة، تزوج اليهودية، تزوج الأمة، وتزوج الحرة، تزوج التي كان يشير النساء إلى أنها قصيرة في الشكل والحجم والطويلة العظيمة مثل السيدة سودة بنت زمعة، وتزوج صاحبة العقل والحكمة مثل أم سلمة، وتزوج ربما صاحبة المشاعر والغيرة والانطلاقة، تزوج الدبلوماسية، وتزوج التي ترعى المساكين. تزوج عليه الصلاة والسلام أنواع مختلفة وأطوار مختلفة، إذا أخذنا الآن نعددها لوجدنا حكم كبيرة وعظيمة في زواجات النبي عليه الصلاة والسلام وأثرها اليوم في أمتنا. تزوج التي معها أولاد، وتزوج الذي معها بنات، تزوج التي ليس لها ذرية، تزوج وأنجب من ناس، وتزوج ولم ينجب من أناس، وتزوج وهو يعيش مع واحدة وحدها 28 سنة مع السيدة خديجة أم هند رضي الله تعالى عنها. ولا تتصوروا بيت النبي عليه الصلاة والسلام مع السيدة خديجة بيت محصور، ما كانوا 4-5 نفر، لا، السيدة خديجة تزوجت 2، النباش التميمي وابن أبي هالة، أنجبت منهم 3 وفي بعض الرواية 5 أولاد، وأنجبت من النبي 6 أولاد وبنات، بعضهم توفي وانتقل مثل القاسم والطيب الطاهر. كم كان في البيت في مرحلة من المراحل إذن؟
هذول الأولاد، وكان عندها زيد أهدة للنبي عليه الصلاة والسلام، وحاضنة النبي أم أيمن تزوجت زيد وعاشوا عندهم، وكفل علي بن أبي طالب، وكان عندها ماشطة اللي السوداء التي كانت تصرع في بعض الآثار كما في الصحيحين بعد ذلك، وكان لها ماشطة وقابلة. إذن كم كان؟ وعندها ميسرة ومن قبل ناصح أخدام، كانت صاحبة ثروة عظيمة وجمال وبهاء وثقافة وقوة سيدة خديجة رضي الله عنها، من أكمل النساء. إذن كيف كان بيت النبي عليه الصلاة والسلام؟ في مرحلة من المراحل وبعض حجراته تعيش مع امرأة واحدة، وفي مرحلة مراحل كان عنده ثنتين من النساء، وفي مرحلة مراحل تسعة من النساء، وفي مرحلة مراحل فتح الله له الباب، وفي مرحلة منع عليه الصلاة والسلام من أن يزيد في الزواج ولو أن يبدل واحدة بواحدة. إذن أحكام وخصوصيات النبي عليه الصلاة والسلام في هذا تعطينا معنى يتجدد ويتعدد ويتسدد ويتأبد ويتأيد للأمة المحمدية أن تعيش معاني الصلة والمواصلة بحبيبها الأكرم ونبيها الأعظم الهادي إلى الطريق الأقوم. فنعيش اليوم ونحن مسكونين بهذه الصورة الشريفة وهذه السيرة المنيفة لنجدد معانيها في العالم، في البيوت والأسر، في الأصحاب والمعاملات، في خطاب الحكام والملوك. رأس 14 ملك وحاكم كانوا خلاصة زعماء ورؤوس العالم، بعث لهم بسفراء كل رسول كان يتقن لغة القوم الذين ذهب إليهم، وقسمات وجهه تناسب لون المجتمع الذي ذهب إليهم، ورسالته تناسب أيديولوجية المجتمع. خاطب هرقل وعليك إثم الأريسيين، قال بعضهم ليس الأريسيين الفلاحين وإنما الأريسيين أتباع آريوس الموحد الذي كان يرى بشرية المسيح وألوهية الرب. وأرسل عمر بن أمية الضمري إلى الحبشة الذي كانت أمه حبشية وهو مخول يعني على لون أخواله ويرطن الحبشية. إذن النبي عليه الصلاة والسلام راعى الاستعدادات في خطاب الحكام والملوك، كان له ثياب يستقبل بها الوفود، كان له معاني تظهر وتتجدد مع كل مناسبة وذكرى. ما أحوجنا اليوم ونحن نعيش مطلع هذا العام ونتأكد في معنى ولكن جهاد ونية أن نجدد سيرة النبي صلى الله عليه وسلم في ذات كل واحد منا، وأن ننقل هذه السيرة بعمومها وشمولها إلى العالم أجمع. العالم اليوم يئن، العالم اليوم يحن، العالم اليوم يعيش تحديات. اليوم العالم أهل الحكمة فيه ينذرون أن العالم يعيش في صعيد الذوات مشروع زوال الخصوصية. اليوم مع قنوات التواصل الاجتماعي التي نشهدها يقولون بست خطوات، الآن أي واحد فيكم أي واحدة منكم يعطينا اسمه بست خطوات نصل فنعرف أخباره وأصحابه، ما عاد في خصوصية في العالم. على صعيد الأسر اليوم الأسرة تعيش تحدي، تربية الأولاد والأجيال، الثورة المعلوماتية. البعض يقول لي في مذاكرة كنا نتذاكر مع بعض إخواننا في علم الساعة وهو علم شريف، سأل ابن مسعود النبي عليه الصلاة والسلام وهل للساعة من علم تعرف به؟ قال ابن مسعود إن للساعة أعلاما وإن للساعة أشراطا وإنه لعلم للساعة. هذا علم قرآني، علم نبوي، علم رحماني، له حملته وله صدوره وجاء في أحاديث وأخبار. فكان يسألني هل تتوقع أنه مع نهاية الزمان تزول إمكانيات الطاقة ويرجع العالم إلى النقل الأول على البهائم والدواب؟ وقلت له أتوقع، نحن عندنا في عمان في الأردن رحلة دايركت من عمان نيويورك 12 ساعة. قلت له أتوقع في السنوات القريبة ربما تصبح رحلة في 12 دقيقة. العالم يتسارع، ونحن مع تسارع العالم اليوم واللهث الذي يعيشه العالم، ما أحوجنا أن نجدد في مطلع هذا العام مشروع، المشروع الآمن لننقل الأمة من مرحلة الاستنفار إلى مرحلة الاستقرار، لأن ننادي في العالم المواصلة للمفاصلة، الموافقة للمفارقة، الجمع للتفريق، البناء للهدم. الله خاطبنا أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. ما أكثر من يقيم الدين اليوم في بيته ومؤسسته، لكن ما أكثر من يتفرق في دين الله. أسأل الله أن يجعلنا وإياكم مفاتيح للخير، مغاليق للشر، وأن يجدد لنا ولكم في هذا العام كل خير، ويجعله عام فرج على الأمة، وعام تجديد، وعام تسديد، وعام تأييد، وأن يبارك لنا ولكم في إقبال هذا العام، وأن يرزقنا وإياكم حسن النظر في مآلات الأمور وحسن النظر في عواقبها، وأن يقيمنا في الخير والبركة، وأن يجعلنا وإياكم من أهل الفتح المطلق والوصول المحقق. اللهم ربنا جمعتنا وإخواننا هؤلاء وجمعتنا وأحبابنا هؤلاء، فنسألك يا مولانا أن تغفر لنا وترحمنا، وأن تتوب علينا، وأن تتولانا، وأن تكرمنا بما أكرمت به عبادك الصالحين، وأن تجعلنا من عبادك المقبولين المقربين الموهوبين المأنوسين. اللهم إنا نسألك أن تحفظنا والحاضرين من الماكرين والساحرين والغادرين
العادلين والشامتين والطاغين والباغين والمعتدين والغاصبين. اللهم احفظ بلاد المسلمين، اللهم احفظنا من بلايا الزمان، وارزقنا السلامة في الأقوال والأفعال والنيات والوجهات. اللهم بارك في هذا الرواق وفي هذه الأروقة، واجعل فيها العلم، واجعل فيها الحلم، واجعل فيها سلاسل الوصال والاتصال، وبارك في العلماء البقية الذين أحيوا هذا الجهد في هذه البلاد، وبارك اللهم في الأزهر، واجعل ما يتجدد فيه من العلم والفهم ساريا جاريا فائضا على ما حواليه من الدول. اللهم إنا نوينا إحياء الدين كله في العالم كله، فتقبل منا. اللهم إنا نسألك أن تبارك لنا في عامنا، وترزقنا هجرة ونصرة ونفرة لتأييد دينك وخدمة نبيك. اللهم إنا نسألك من الخير كله، ونسألك الفتح المطلق والوصول المحقق وعلم اليقين وحقه وعينه. اللهم اغفر الذنوب واستر العيوب واكشف الكروب وجل الخطوب برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا مولانا محمد سر الفاتحة وإلى حضرة النبي. نحن معنا الأخ جهاد الكالوتي من الأردن، من حفظة القرآن وهو كذلك منشد. فقبل ما نأخذ أسئلتكم، إذا كان عندكم أسئلة، نسمع منه ما يتحفنا به. صلى الله على محمد، صلى الله علي وسلم، صلى الله على محمد، صلى الله علي وسلم، صلى الله على محمد، صلى الله علي اللهم صل الله على محمد، صل الله عليه اللهم روضة الهادي نبينا، تفرح القلب الحزينا، أبشروا يا زائرين بالشفاعة من محمد، صلى الله على محمد، صلى الله عليه وسلم، صلى الله على محمد، لم كل من زار المقام فالنبي رد السلام، كل من زار المقام فالنبي رد السلام، يعرف الخلق تماما، أبشروا زوار محمد، صلى الله على محمد، صلى الله عليه وسلم، صلى الله على محمد، صلى الله عليه وسلم. ألم هذه الدنيا تزول والبقاء ليس يطول، كل من فيها يقول كن شفيعي يا محمد، صلى الله على محمد، صلى الله عليه وسلم، صلى الله ما صلى الله عليه وسلم. هم يا إمام المتقين وسراجا ومبينا، يا إمام المتقين وسراجا ومبينا، يا أبا قاسم دعينا، فأتينا يا محمد، صلى الله على محمد، صلى الله عليه وسلم، صلى الله على محمد، صلى الله عليه وسلم.
الخضراء تظهر نورها للعقل يبهر عند رؤياها تحدر دمع من يهوى محمد صلى الله على عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم وبخير في الختام نرتجي نيل المرام بجوار للمقام في بقيع يا محمد صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. فيما يتعلق بقصص الأنبياء وأخبارهم، من أبرز الكتب المعاصرة التي يعني وجدتها إلى حد قريب فيها نوع من التدبر والتفكر في أخبار الأنبياء ما جمعه الدكتور فضل حسن عباس من جهة، ودكتور صلاح الخالدي في قصص الأنبياء. هناك كتب قديمة تقرأ وتدرس، لكن تتعدد فيها الروايات ويقل فيها الاستنباط والأحكام والمعاني والدلالات. نحن في الحقيقة يعني محتاجين اليوم أن يتفرغ مجموعة لطلبة العلم لدراسة يعني شخصية كل نبي من الأنبياء ضمن تساؤلاتنا. يعني ربما لاحظتم مثلا نحن في كلامنا عن سيدنا إبراهيم محتاجين فعلا أن نقف على احتياجاتنا نحن في المرحلة من هذه السيرة. يعني سيدنا إبراهيم ما هي المعالم الحقيقية؟ اليوم مثلا تنبهنا إلى مسلك الهجرة في حياة سيدنا إبراهيم، وأن هجرته مش منقطعة، كان على أثار موسى وعلى أثار عيسى وعلى أثار النبي عليه الصلاة والسلام بناء للبيوت. بمثل هذه الكتابة وهذا التحليل ما وجدت، قد تكون بعض جهود لبعض الدعاء في بعض برامج أو بعض دروس أو بعض حلقات. نحن من فترة جمعنا بعض إخواننا في المعهد في عمان وجلسنا مع أحد طلبة العلم، قلنا له قصة سيدنا موسى ذكرت في أكثر من 70 موضع في القرآن، ونحن في تقديمها وتأخيرها وبعض تفاصيلها يعني معنا تساؤلات كثيرة. وجلسنا مع هذا الشيخ الله يجزيه خير 5 ساعات جلسة متصلة، ونحن نقف على أخبار قصة سيدنا موسى من الولادة إلى الوفاة، وما انتهينا، وخرجنا بتساؤلات ربما أجبنا عن بعض، وخرجنا بتساؤلات أكبر وأكثر. وخصوصا أن القرآن له حكمة أحيانا في إرادة القصة بتعدد وتنوع، وأحيانا بألفاظ مختلفة، أحيانا يعطيك نفس الحادثة من مشاهد مختلفة وبتعبيرات مختلفة، وهذا يحتاج إلى نوع من الفهم والنظر. لكن ابتداء إذا اشتغلت في كتب الدكتور صلاح والدكتور فضل عباس ربما يعني تعطيك المادة الأولى التي تحتاجها في موضوع قصص الأنبياء، هذا في حدود اطلاعي طبعا. قصص الأنبياء لابن كازي جميل ومفيد، لكن في الطريقة التي ذكرنا أنه يجمعون الروايات من غير تحليل، وهذا مرحلة مراحل كان التدوين أنه يجمع في الباب الواحد عدد من المسائل، لكن تحتاج إلى 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 تحليل وإلى دراسة وإلى فهم. والله تعالى أعلى وأعلم. نحن حتى ممكن نقسم عهود الأنبياء إلى عدة أقسام: سنة الأولين، عهد الأولين، وعجوزا في الغابرين، عهد الغابرين، واجعل لي لسان صدق في الآخرين، عهد الآخرين. هل كل حزمة وكل عهد له شكل؟ يعني الله عز وجل كما في حديث أحمد بعث 124,000 نبي منهم 313 رسول، وأنزل كما في رواية البيهقي عن الحسن 104 كتب من السماء. هل رسالة سيدنا آدم كانت تناسب المجتمع الإنساني البشري؟ كان المجتمع كله أسرة، كانت رسالة آدم أسرية، هود وصالح عشائر وقبائل، كانت رسائلتهم قبائلية وعشائرية واتسعت. هل الرسائل كذلك والتعاليم؟
يعني أول ما نزل من السماء الحروف المقطعة، ثم الكلمات، ثم آيات، ثم صحف، ثم أصبحت في شكل الكتب مع الزبور 125 سورة والتوراة والإنجيل حتى اكتملت في القرآن. يعني ممكن نحن نراعي هذه المسألة البشرية واتساعها ومناسبة رسالات الأنبياء ودعوة الأنبياء مع طور الاجتماع البشري، وهذا اليوم مبحث ممكن يشترك بين الشريعة وعلم الاجتماع في دراسته. نحن طلبة العلم اليوم مدعوين أن ننهل من كتابنا وسنة نبينا ومن من من التراث الذي خلفه العلماء لنجدد المفاهيم ويكون لنا نوع من الإدراك والسعي لاستئناف هذه المراحل. كيف نفرق بين علم الفضائل والخصائص في العلوم النبوية؟ هذا سؤال من الأمس. نعم، نحن ذكرنا أن علم الخصائص نوعين. نحن بالأمس حتى اللي ما حضروا نحطهم في الصورة، تكلمنا أنه في خمس علوم تتكلم عن جناب النبي عليه الصلاة والسلام: علم الشمائل وعلم الفضائل وعلم الخصائص وعلم الدلائل وعلم السيرة، وفصلنا في كل علم وأعطينا الشباب الكتب التي تقرأ في كل علم من العلوم. علم الخصائص نوعين: خصائص تفضيل وخصائص تشريع. خصائص التفضيل لم نقصد بها الفضائل على الأنبياء، لا، هو قد أنت من جهة تعد علم الفضائل مقارنة ومقاربة النبي مع الأنبياء أنه نوع خصوصية له عليه الصلاة والسلام، هذا ممكن، لكن هو علم كامل له موضوعه وله مسائله، وفي بينه وبين خصائص عموم وخصوص. لكن خصائص التفضيل ما قصدنا فيها العلم الفضائل، خصائص التفضيل في التفضيل في 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 ذات النبي عليه الصلاة والسلام. نحن قلنا الخصائص نوعين: خصائص تفضيل وخصائص تشريع. خصائص التشريع المتصلة بالأحكام، مثلا نحن نهينا عن الوصال، النبي عليه الصلاة والسلام يواصل في الصيام، يصوم شهر 40 يوم من غير ما يفطر، أبيت عند ربي يطعمني ويسقيني. مثلا يمكث في المسجد جنب، وهذا بعضهم قال ليست خصوصية للنبي عليه الصلاة والسلام، خصوصية حتى للأنبياء، ورخص لسيدنا علي في هذا. خصائص التفضيل أمر مش متصل بالأحكام، مثلا النبي عليه الصلاة والسلام من خصائص ذا أنه يرى من خلفه كما يرى من أمامه، يرى في العتمة كما يرى في الضوء، هذه خصائص في تفضيل. مثلا من خصائص الأذن أنه استوى إلى مستوى سمع فيه صريف الأقلام، هذا في صحيح مسلم. في وهكذا إذا أخذنا نتتبع في الآيات والأحاديث الخصائص التفضيلية، وجدنا أنه ممكن نذكر خصائص العين، خصائص الأذن، خصائص الشعر الشريف. الآن العلماء بيبحثوا خصائص الشعر، وبعض الشعر الشريف متداول في الأمة اليوم وبيحتاج لنوع من الدراسة. حتى مثلا غسلات وشق صدر النبي، هل ولد خصوصية في صدره أربع مرات؟ أقلهم قال مرتين وأكثرهم قال خمسة، والأثبت أن أربع مرات شق الصدر. ذكرنا مسألة خاتم النبوة بالأمس و22 قول في شكلها وصفتها، هذه خصائص التفضيل في ذات النبي عليه الصلاة والسلام. وهنالك خصائص التشريع، وترى شوف خصائص التفضيل هذه تكلمنا فيها في صورة الدنيوية، هو يظهر في كل عالم بما يليق في ذلك العالم، فهو في عالم الروح لطيفته أقوى اللطائف، في عالم الدنيا صورة أعظم الصور، في عالم البرزخ مثال أعظم المثال، في عالم المحشر ذات أعظم الذوات، في عالم الخلود حقيقة أعظم الحقائق. يعني هو مقدم في كل عالم بما يليق في ذلك العالم. أنت الآن في الدنيا الفضلات تخرج منك بطريقة معينة، في الجنة كما في الآثار عندنا ونصدق بأخبار السيد المعصوم وما أخبره الحي القيوم أنه الفضلات تخرج على عرق، أليس كذلك؟ إذن حتى الخلقة تختلف بين الدنيا والآخرة، فكيف إذن بالنبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم؟ هو يظهر في كل عالم بما يليق في ذلك العالم. وربما أشار إلى هذا الإمام السبكي في رسالته التعظيم والمنة في بيان معاني قوله تعالى: لتؤمنن به ولتنصرنه. الآن قد تجد، هذا السؤال جميل، قد تجد في بعض الكتابات التراثية السابقة نوع من المزج، مثل الإمام السيوطي لما جلس 20 سنة وجمع 1000 خصيصة في الخصائص الكبرى في مختصرها في مجلد، وجعل بعض مسائل الفضائل في الخصائص، بل أشار إلى بعض مسائل الشمائل. نحن اللي أشرنا إليه أن الكتابات السابقة امتزجت، نحن اليوم نريد نجعل كل علم له تأصيله، ونبدأ أن أصله من القرآن من السنة نوجد له تطبيقات، فبيحتاج هذا التفصيل. وعلم الفضائل يؤخذ على حدة موازاة النبي بالأنبياء بمجموعهم، وموازاة النبي بالتفصيل مع كل نبي من الأنبياء، هذا علم.
الخصائص ندرس خصائص التشريع، نيجي لأبواب الطهارة، إيش خصائصه في الطهارة؟ خصائصه في الصلاة، خصائصه في العيدين، خصائصه في الجنائز، خصائصه في الزكاة، خصائصه عليه الصلاة والسلام في الحج، خصائصه في البيع، خصائصه في الشراء، خصائصه في النكاح، خصوصيات الأحكام الفقهية، خصوصيات التشريع. ثم ننظر في خصائص التفضيل في العالم الدنيوي والأطوار الخمسة، عالم البرزخ وعالم المحشر وعالم الآخرة وعالم الدنيا وعالم الروح. هكذا يكون نوع من التأسيس لهذا العلم والفصل. والله تعالى أعلم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. ما شاء الله طولنا عليكم، الله يحفظكم وبارك فيكم، إن شاء الله ربي يجمعنا وإياكم في لقاءات متجددة في خيرات ومسرات.